محمد. النادي الرياضي الكلاسي للعاب القوى. الشوقي محمد. الدفاع الحسني جديد للعاب القوى. الرقيبي هيثم. كوكب تازة للعاب القوى. اليابوشي الياس. المغرب الرياضي الفاسي للعاب القوى. الكرش محمد. اولمبيك خريبك للعاب القوى. الروحة الحبيب. نقطة اتلتيك زمامري للعاب القوى. مفتاح ايوب وزهير الياس. اتحاد بن حميد للعاب القوى. بدي المهدي وبخروش ادم. ومثل فادي الفتح الرياضي اقليم محمد. اذا اخر سباق هو سباق 1500 متر عشاري بعد مرور 9 ديال السباقات المسابقه سباق 1500 متر على مستوى العشاري الشبان. اذا جاءت الشبان ومسابقه 1500 متر عشاري وهي اخر سباق. اذا سنتابع اخر سباق في البطوله الوطنيه للالعاب المركبه. اذا بادي موجود في المقدمة عداء من الركاز أيضا. إذا الصورة أمامكم. تحية للناس ديال القوات المساعدة منطقة إيمزورن اللي حاضرين معنا منذ يومين ويساهمون في تنظيم هذه التظاهرة. تحية للدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية. صراحة فيومين هما خدامين معنا هنا كذلك الدراوي التظاهره الرياضيه نادي الشباب توريد للعاب القوى على مستوى الثلاثي المقدم. اذا تنتابعوا معكم هذا السباق الكوكب دائما مجتمع وهو اخر سباق بالنسبه لشبان العشاري دائما بادي. لا فتحية تحية للقوى المساعدة الناس إيمزورن اللي صراحة مجهود كبير قاموا معنا الحضور ديالهم. دائما الكوكب مجتمع على مستوى عشاري 1500 متر شبان. كذلك الدرك الملكي والوقاية المدنية. إذا الدورة بقاو جوج دورات فتنهنئوا البطلة ديالنا النادي نورا مرة أخرى على التأهل عداء المغرب الرياضي الفاسي وتنتمناو السعي أنس التوفيق ليو يتأهل النهاية. كرش محمد. وبالنسبة لنا إلى تأهلات الشاب 23 سنة النهاية غتكون غيكون إنجاز مهم. إذا نتابع معكم فالعياء الآن بعد ما تلعب إنسان تسعود المسابقات فالعياء العلامة العياء هي أمامكم فالعياء التام. إذا بطولة بعدما غابت هذه البطولة العشاري تقريبا من 2018 تعود 2024 فنتمنى على أنه تبقى البطولة كل سنة ولكن تعرف دور إقصائي باش ما يكونش عدد المشاركين كثار. فاليوم 6 الفئات شبان كبار فتيان شبان كبار ذكور وإناث هي 6 الفئات فمجموعة المشاركين ف كبير ما كناش نظنوا هذه المشاركه غتكون. تتبعوا معايا سباق 1500 فمشاركه كبيره وكاين تنافس كبير هنا تنافس كبير غيكون على الدوره الاخيره وغتكون الدوره الاخيره هي الحاسمه تيبان لي بادي تيبان لي حادث السباق يراقب يريد احتلال المرتبه الاولى. شباب توريد وهذاك الرئيس اللي جا معهم محمد الدراوي. اذا بادي تتابعون معي اخواني هذا السباق الجميل هذه الحلبة الجميلة محمد الدراوي بيحاول رفع ايس قامرة ومطاردة قوية ولوحات امامكم لوحات هضاب وجبال جميلة. إذن هناك فرد بالمقدمة الدراوي شباب توريت وبادي المهدي. اذا بادي سيقول كلمته في 100 متر الاخيرة اظن فهو الان يراقب السباق. اذا الدراوي دائما وبادي في المطاردة الدراوي و سيحاول الانقضاض على خط الوصف في الاخر فغيكون غيكون غتكون 100 متر الاخيره ماذا سيقع؟ سرعه نهائيه كبيره هو بادي وسرعه نهائيه كبيره شباب توريت وبادي تعادل
إذا النتيجة النهائية محمد الدراوي محمد الدراوي وبادي اتحاد الحمد العراقي ودخول باقي المشاركين. أظن بأنه العداء ديال اتحاد الفتح غيكون تا هو مصنف ضمن الثلاث الأوائل اللي هو أقليل اللي نقص 3 متر في البارش على ما أظن. ف 3 متر في البارش اللي ما عمره ما دارها وعندو جسم كما تنقولو بيان باتي ويمكن ليه يدير لي بريف كومبيني. فهو عنده جوج الأمتار وستة ولا خمسة في الفلاوتور يمكن يخدم 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 المسائل الأخرى ويكون متخصص في لي بريف كومبيني. تحية له والعياء، لاحظوا معايا العياء إخواني العياء، لاحظوا هذا العياء التام، لاحظوا معايا العدائين بعد عشرة. فالعداء هذا العداء ديال الزمرة يقبل الأرض لأنه شاط يكمل عشرات المسابقات. فماشي سهلة أنك تلعب عشرات، هذه تجربة وتجربة مفيدة للعدائين ديالنا اللي غتعلمهم عدة أشياء، منها الصبر والتحمل باش تلعب عشرات المسابقات. واحد حدايا هنا يتألم، واحد حدايا يتألم ساقط. فصراحة مجهود كبير ومهم لهاد الوليدات هادو على أنهم يشوفوا هاد الاختصاص هذا ديال ديكاتلون وباش يعرفوا قيمته ويمشي يوجدوا ليه القيمة ديالو ويوجدوا ليه. فأي حاجة بالاستعداد، ما يمكن ليناش حنا جينا اليوم هادو جاو يشاركوا رغم أنهم كاين منهم اللي ما عمرو ما نقص لابيرش، كاين اللي ما عمرو ما لاح البوا، وكاين اللي ما عمرو ما لاح الجافلو وجاو القرص وجاو اللي يمشي يلعبوا. فهاد التجربة اليوم غتخليهم أنهم يمشيو يستعدوا السنة المقبلة أنهم يبداو يترينيو في التدريب ديالهم، يدخلوا هاد القضية هادي، يبقى في الاختصاص ديالو ولكن يخدم الاخرين ما يضيعهمش. فتحية. اذا هي 1500 بقاتنا 1500 متر كبار، انتظروا النتيجة ديالهم. واحد اللونسور باقي عاد جاي، اللونسور تيوصل الان لونسور. فهذا غيكون دا واحد مجموعة نقاط في لي لونسي، ولكن داكشي اللي دا في اللونسي غيمشي يخليه في 1500 لان صحاب الدمي فون غيدوزو. اذا غنودعكم على امل اللقاء فيكم في انطلاقة 1500 متر كبار.